اسمك نبذة يا الله انت وهاب، سهل لي كلمة عزيزة نبذة باسمك نبذة يا الله انت وهاب، سهل لي كلمة عزيزة نبداها بكات أم الخير، بكات بكات أم الخير، قالت عزي غابة سامع عليا والحنان أمي بتي ما ننساك يا ربي خالقي مولاي، يا عيني وعلاش دمعي جراي من وحش لمي ما رايح رايح نهبل من سنين طويلة وخيالها معايا لحب حني عني يا نيس يا مان يا 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 مان يا مان يا يا مان. وصلوا على النبي وزدوا الصلاة، صلوا على النبي وزدوا الصلاة، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته. صلوا على النبي وزدوا الصلاة، صلوا على النبي وزدوا الصلاة، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته. صلوا على النبي وزدوا الصلاة، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب وزدوا الصلاة، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم له. آه يا بير زمزم شبابك سلاسل، آه يا بير زمزم شبابك سلاسل، وشربا منك منك داول العليلا، وشربا منك منك داول العليلا. صلوا على النبي وزدوا الصلاة، صلوا على النبي وزدوا الصلاة، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته. وادعي لي ياما من فوق المنامة، وادعي لي ياما من فوق المنامة، وادعيت لي يا بني يا بني تيجي بالسلامة، ودعت لك يا بني يا بني تيجي بالسلامة. صلوا على النبي صلوا وزدوا الصلاة، صلوا على النبي وزدوا الصلاة، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم لغاته، دا كان يلاقي القمر محمد يفهم من فوق الملامة. وادعي لي الخير والبركات،
مستغى من بات في شغف على أمل اللقاء بخير شهر آتي كم مستغى في شغف على أمل اللقاء أمل اللقاء بخير شهر آتي قد جئت هديا للعباد ومرشدا تلقي على الدنيا تلقي على الدنيا تلقي على الدنيا أجل عباتي يا Shalom.
والإيمان نرد وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان نرد وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان بالتوبة تيت وبالغفران يا شهر شهر الرحمة والإحسان. مرحى مرحى هلال الخير. استمعنا إلى هذه الرائعة، كانت رائعة المنشد جابر بليدي، إضافة إلى نشيد نورك وفانا يا رمضان للمنشد محمد أمين الترمذي. ترحيبا بهذا الشهر الفضيل، هذا الضيف العزيز، رمضان أو شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أيامه ولياليه وأن يكتبنا من المعتقين من النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي غمرنا بنعمه وأفاض علينا من واسع فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على النبي المرسل محمد الخاتم الإمام الأول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الحضور الكريم، أيها السادة الأفاضل، كل باسمه وجميل واسمه، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء، أنتم في كل مكان داخل هذا البلد الطيب، خارج هذا الوطن العزيز، وحييكم بتحية الإسلام والسلام من هذه البلاد الطيبة الآمنة من الجزائر. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أرحب بكم في الطبعة الخامسة من برنامجكم الإنشادي التنافسي، برنامج حادي الأرواح، الذي كل عام في هذا الشهر الفضيل تتابعونه، يبث عليكم من القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. في حلة جديدة نلقاكم وبأصوات ندية شجية نمتعكم، وفدت إلينا هذه الأصوات من مختلف ربوع هذا الوطن العزيز للتنافس والتسابق على لقب منشد الجزائر، منشد حادي الأرواح. كل التوفيق نرجوه لكل المتنافسين. باسمكم أيها السادة الأفاضل مشاهدين الأعزاء، أرحب بكل الحضور، بداية بزميلي فاروق رايس الذي سيتقاسم معي تنشيط هذه السهرات، وقد كان المنشط والمرافقة للتصفيات لتصفيات حادي الأرواح. أهلا وسهلا فاروق. أهلا طه، مساء الخير مشاهدين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضانكم كريم، الله يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة. مرحبا بكم مشاهدينا إلى فضاء حادي الأرواح مباشرة عبر قناتكم قناة القرآن الكريم قناة الجزائر، من هنا من هذا الأستوديو وعلى المباشر على مدار ساعة ونصف من الزمن، سنستمتع أكيد بأجمل وأحلى الأصوات الجزائرية التي تمثل مختلف الطبوع الجزائرية الأصيلة. طه، وكما تابعنا طيلة هذا الموسم
أزيد من 300 مشارك جاءونا من مختلف ولايات الوطن، شاركوا في التصفيات الخاصة ببرنامج حادي الأرواح. لجنة التحكيم اختارت 67 مشاركا دخلوا التصفيات الرسمية، وكما تابعتم كل أمسية جمعة على مدار ساعة من الزمن اخترنا 12 منافس سيشاركون وينافسون على اللقب الأول منشد الجزائر لهذا العام. يا ترى من يكون؟ نتعرف عليه إن شاء الله طيلة هذا الشهر الكريم لنختار معا وسويا منشد الجزائر في طبعته الخامسة طه. لجنة التحكيم هي التي ستختار في ختام هذه السهرة من سيعود إلى المنافسة من الأربع المتنافسين. أرحب بلجنة التحكيم الموقرة، أبدأ بأستاذنا الفاضل أستاذ عمارة يزيد رئيس اللجنة. أهلا وسهلا بك أستاذ عمارة. أهلا وسهلا الأخ طه، أهلا وسهلا الحضور. رمضان كريم لكل للجميع، نتمنى من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكذلك نتمنى أن يسود التنافس والمستوى الراقي إن شاء الله في هذا المجال. أمين، بارك الله فيك. أستاذ حسين محنون، أهلا وسهلا بك أستاذنا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أخ طه، أخ فاروق وكل متابعي هذا البرنامج. أتمنى إن شاء الله تعالى التنافس كما قال ذكر أستاذنا الكريم، التنافس إن شاء الله يكون تنافسا محمودا وعلى الأقوى سيفوز إن شاء الله. أستاذ محمد العيد الهواري، أهلا وسهلا. مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا صح فطوركم، ونبارك الحاضرين والشعب الجزائري عموما الذي يشاهدوننا عبر هذه القناة المميزة، نبارك لهم هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله تعالى أن يكون يعني شهر خير وبركة ويمن على شعبنا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. شكرا. أمين، شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل، شكرا للجنة التحكيم. سنستمع ونستفيد من تصويباتها وملاحظاتها طيلة هذه السهرة وطيلة المنافسة. أشكر طبعا هذه الفرقة الجميلة التي هي ثمرة برنامج حادي الأرواح، منشدون متميزون شرفوا الجزائر والبرنامج في مختلف المناسبات والمسابقات المحلية والوطنية والدولية أيضا. مشاهدين الأعزاء، أعود بكم قليلا إلى التصفيات الماضية أو تصفيات الموسم الماضي، إلى الأجواء الجميلة لبرنامج حادي الأرواح في طبعته الرابعة. زميل إبراهيم بوضياف رصد لنا هذه الأجواء الجميلة التي عشناها في الموسم الماضي، نتابعها ثم نعود بعد ذلك. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في الطبعة الرابعة من برنامجكم تنافسي الإنشادي حادي الأرواح. محمد سيد الكونان، والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا سيدي يا نور العين احن عليا، يا سيدي يا نور العين احن عليا، بلغ حبيبي طه وقل لنا عقل راح عائشة أمه وفاة أختار. الفائز الثالث معنا هو رضوان سالمي من تلمسان، هنيئا هنيئا رضوان سالمي من تلمسان. الفائز الأول من لمسيلة عبد القهار البشيري، هنيئا هنيئا عبد القهار البشيري على نيله الجائزة الأولى ولقب حادي الأرواح. كل هؤلاء يستحقون الفوز، والفارق بينهم بسيط جدا. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير والحاج محمد عوادي. ايضا المرتبة الثانية يتفضل معالي السيد وزير شؤون دينية والأوقاف محمد عيسى رفقة مدير قناة القرآن لتسليم المرتبة الثانية.
لسفيان تمجرت من غردايا هنيئا بالمرتبة الثانية أيضا تحت تشجيعكم. المرتبة الثالثة معنا يتفضل بتسليمها الشيخ إسماعيل قدري رئيس الرابطة الجزائرية للزوايا رفقة الشيخ الإمام عبد الرحمن بعموري أيضا لرضوان سالمي. ما أشبه اليوم بالبارحة، نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا حتى ندرك رمضانات كثيرة في هذه الحياة ونحظى بجنة الفردوس. لا نطيل عليكم كثيرا مشاهدين الأعزاء في هذه السهرة في أول برايم لهذا الشهر الفضيل للطبعة الخامسة ومع أول متنافس في هذه السهرة جاءنا من سطيف فواز عبود، نتعرف عليه في هذا البورتري ثم نعود لنستمع إلى الأداء. إلهي يا إلهي. معكم متسابق عبود فواز من ولاية سطيف، سن 35 سنة. الحادي الأرواح هذه رابع مرة أني شارك فيها، والحمد لله يا ربي أنه اختارتني اللجنة أني أكون من المنشطين تاع البرايم الأول إن شاء الله يوم الثلاثاء، والعمل ثم العمل، وإن شاء الله راني مصر بها نقعد في المدرسة إن شاء الله، وهذا بالعمل يعني مش بالكلام فقط، وإن شاء الله راح نبقى في المدرسة وإذا كتب ربي غير هكذا إن شاء الله. الحمد لله. إلهي يا إلهي، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من، يا خير من، يا خير من مدت إليه يد. يا رب أنت الهادي وفقني للهدى، يا رب ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى، يا رب يا رب أنت الهادي وفقني للهدى، يا رب ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى، يا رب انظر إلي، يا رب تب علي، وفقني للهدى، يا ربي
أنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي مولاي إليك رجوعي وأنت موئلي وفي شبعي وجوعي عليك توكلي ربي أنت الخلاق ربي أنت الرزاق ربي شكراً. هذا أداء فواز المتنافس أو الصوت الأول من فواز عبود من سطيف. الكلمة إلى لجنة التحكيم وما تقدمه من ملاحظات على هذا الأداء، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عبود، الانتقالات المختلفة خلال الموال بين المقامات كانت موفقة نوعاً ما، إلا كان هناك بعض الارتكازات على بعض النغمات كانت غير في مكانها. أما الأغنية فكنت على العموم موفقا فيها إلا في بعض الصعود، يعني كان هناك بعض الأشياء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سي فواز، أولا ما شاء الله أداء بالرغم من هذه الظروف، يعني الصيام والإتراك كما نقولوا، لكن أداء كان متمكن لباس. عجبتني انتقالة درتها بالذل مفتقرا إليك، انتقلت إلى الصبا وهو ما يناسب النغم، يعني كلمات تناسب النغمة، شيء جميل. غير أنك ما عطيتناش يعني في الموال يعني شيء كثير، كان الموال قصير جدا. بالنسبة لاختيارك الأنشودة، أنشودة المنشد الكبير محمد خالد المجبر يا ربي أنت الهادي، اختيار جميل لأنه فيها إبراز للمجال الصوتي الذي لم تبرزه في الموال أبرزته في الأنشودة، وأيضا فيها بعض يعني تنوع في الإيقاع، ولو أنه يعني من إيقاع واحد اللي هو الربعة ربعة وثمانية ربعة، هما تقريبا إيقاع واحد، لكن كان تنوع جميل. على العموم مشكور على الأداء تاعك، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ فواز أشكرك على هذا الحضور القوي على الخشبة. في حقة الأمر هناك ملاحظات عامة يعني تميز أدائك في مجملها. أداؤك جيد والعناية بمخارج الحروف وصفاتها في مجملها ممتاز، إلا في بعض الملاحظات التي لابد من التنبيه عليها. في أولا عند قولك أنت تعلمها، يعني لو كانت يعني عملت الزخرفة على العين وليس على التاء قبلها، تعلمها الأولى، لكن الثانية لما عودت رجعت إليها كانت صحيحة. كذلك إشراب الذال في كلمة بالذل، إشرابها بصوت الثاء، ثم كذلك عدم التفريق بين صوتين متجاورين وكلمة مدة أصبحا في نفس الدرجة الصوتية. ثم عندنا فقط ملاحظة عامة تغلب على صوتك وهو ملازمته لصوت الغنة، بعض الأحيان تتغلب عليها وبعض الأحيان تقع فيها، خاصة في الجوابات عند قولك يا رب أنت الخلاق، فكانت اللام مشابهة بصوت النون. هذا والله أعلم وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك. شكرا للجنة التحكيم. موفق فواز. إلى المتنافس الثاني معنا في هذه السهرة نتعرف عليه في هذا البورتري.
إذن مشاهدينا الأعزاء، المتنافس الثاني مباشرة سنستمع إلى أدائه هو عبد الرحمن زعيط من ولاية غليزان. عبد الرحمن تفضل للأداء، لعلنا في هذه المرة نتعرف عليك من خلال أدائك. موفق إن شاء الله، تفضل. إليك وإلا لا تشد الركائب، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وحبك يا خير النبي، وحبك يا خير النبي مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب، وللناس فيما يعشقون مذاهب. اللهم صل على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه، اللهم صل على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه، اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه، اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. حب الماحي سيد الابشار في قلبي رصا محبته، في قلبي رصا محبته، نور الهادي شمس لا قمر، ربي أمرنا بطاعته، ربي أمرنا بطاعته، في الميزان وساعة الحشار قاع ندوز في شفاعته، قاع ندوز في شفاعته. هذا هو المهدى لحبيب التاقي، جاب القرآن ونباه آدم مصر الحضرة نام الخلاقي، آداب جميع من خلاها وعطاه الحوض واللوى والتج والبراقي، لمته هو حبيب داها. اللهم صل على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه، اللهم صل على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه، اللهم صل على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه، اللهم صل على النبي بها تزيد كمال الحقيقة.
شكرا على الأداء عبد الرحمن. ابقى معنا لتستمع إلى ملاحظات لجنة التحكيم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن وصلة جميلة، وصلة في الطبع الجزائري، ولو أنه في الموال ما غلب عليك الطبع أو المقام العربي مع الطبع الجزائري، فما ما حسيناش في الموال، ولكن في الوصلة بعد في بعد في البعد في بعد يعني بعد ذلك يعني كانت جميلة. تفضل الشيخ محمد. أكيد سي عبد الرحمن، الموال كان خليط بين المقام العربي والمقام أو الطبع الجزائري، غير أنك قدرت توظف شيء جميل اللي هو طبعين في الفلونشينمون تاعك كامله، يعني درت طبعين، هذه ممكن حاجة تحسب لك، غير أنه الأداء تاعك كان في طبقة واحدة، يعني ما أبرزتناش المجال الصوتي، ما طلعتش وما هبطش، يعني هذا الشيء كما نقولوا سلبية، غير أنه الإيجابية الطبع الجزائري عموما الأداء الأندلسي يحتاج إلى ليونة الصوت، وهذا ما أبرزته أنت من صفاء وليونة الصوت، هذه شيء يعني يحسب لك وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ عبد الرحمن أشكرك على هذا الحضور القوي، في حقة الأمر يعني هذا الطابع المحلي وجميل جدا، ولكنه لا يعني لا يخلو من وجود بعض العيوب في الأداء تتعلق أصلا بمخارج الحروف وصفاتها، لابد أن ننبه إلى بعضها وهي قليلة في حقيقة الأمر. أولا غلبة صوت القاف على الكاف لأنهما من مرتبة واحدة في قولك وحبك، فخمت الكاف إلى درجة القاف، ثم تفخيم الواو عند كلمة عند يعشقون، تفخيم الواو بسبب القاف قبلها، والواو لا تفخم لا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، كذلك كلمة البراق. ثم عندنا ذهاب صوت التاء إلى ما دون ذلك، إلى ما دون التاء إلى صوت وسط اللسان في كلمة بطاعته وشفاعته، كذلك ذهاب صوت الراء في كلمة الشريعة إلى صوت النون لأنهما متقاربان في المخرج. وآخر يعني ملاحظة وليست ملاحظة في كلمة رسول، كذلك تفخيم الصاد وذهاب صوت الصاد مع الواو، فكانت الواو مفخمة والصاد والسين أصبحت صادا. هذا والله أعلم، شكرا لك. شكرا جزيلا للجنة التحكيم، شكرا موفق عبد الرحمن. مشاهدينا الأعزاء نستوقفكم قليلا لنكتشف الأصوات الجميلة لطلبة مدرسة حادي الأرواح. فاروق. كذلك طه. نعم بالفعل مشاهدينا الأعزاء، حابين فقط نفكروكم أنه كل الطلبة الـ 12 اللي راهم موجودين وحاضرين معنا اليوم في برنامج حادي الأرواح في الطبعة الخامسة راهم يتحصلون على تكوين وتأطير لمدة 40 يوم داخل المدرسة. يشرف على هذا التأطير وعلى هذا التكوين مجموعة من الأساتذة المختصين في مجال الموسيقى والإنشاد والمديحة. اليوم راح نقدم لكم أربعة من الشباب من أبناء هذا المدرسة، من أبناء هذا البرنامج، سيتحفونكم بإذن الله تعالى وعلى المباشر بأنشودة رائعة تحت عنوان رمضان تجلى وابتسم للمنشد توفيق المنجد. أربع شباب من أبناء مدرسة حادي الأرواح هما علي صحراوي، محمد تقي الدين خنشوش، لطفي بن كحيلة، وميلود رحماني، يتفضلوا معنا للمنصة ويشنفون مسامعنا بهذه الأنشودة وبهذا المديح الجميل، رمضان تجلى وابتسم، وعلى المباشر من قناتكم قناة القرآن الكريم من الجزائر. رمضان
شكرا للشباب. رمضان تجلى
وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، رائعة من روائع المنشد الكبير توفيق المنجد، استمتعنا بها سويا رفقة شباب حادي الأرواح أبناء هذا البرنامج، شباب الجزائر علي صحراوي، محمد تقي الدين، لطفي بن كحيلة وميلود رحماني. مشاهدين الأعزاء، فقط حبيت نذكركم أن هؤلاء الشباب كانوا معنا على مدار طيلة هذا الموسم، على مدار 16 أسبوع ما شاء الله استمتعنا بمختلف الطبوع الإنشادية الجزائرية، شباب جاءونا من مختلف ولايات الوطن، من شرق الوطن، من غرب الوطن، من شمال وجنوب الجزائر الحبيبة، ومعا وسويا إن شاء الله سنختار الأحسن والأفضل هذا العام لنتعرف معا وسويا على منشد الجزائر للمديح والنشيد. منشد الجزائر العام اللي فات كان واحد من الشباب كما راهم الآن شبابنا، منشد الجزائر حاضر معايا اليوم كضيف شرف هذا البرايم الأول، معا وسويا نرحب بالفنان والمنشد وبطل حادي الأرواح العام الفائت عبد القهار البشيري. مساء الخير، صح رمضانك وكل عام وانت بخير. مساء الخير أخي فاروق، رمضان كريم لكل الأمة العربية وشعبنا الجزائري، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهناء. ها يعني اليوم العام الماضي كنا فرسان نتنافس، واليوم هنا ضيوف إن شاء الله. ذكرى يا جميلة والله، ذكرى طيبة إن شاء الله. نعم. وأكيد تأتت هذه الذكرى وهذا النجاح بفضل نصائح الأساتذة وبفضل العمل الدؤوب الذي قدمته القناة، ربي يبارك إن شاء الله. إذن نقدر نقول عبد الوهاب أنه حادي الأرواح البرنامج الأول في الجزائر للإنشاد والمديح. والله حقيقة وبكل يعني بكل مصداقية البرنامج الأول، لأنه هو النافذة الأولى لتفتح الفرصة للشباب، خاصة الشباب بهوب في المجال الرسالي الهادف. فالحمد لله أن كنا من بين هذه النخبة، وإن شاء الله نطمح للمزيد، وكل التوفيق للمتسابقين في الطبعة. العام اللي فات استفدت من 40 يوم كاملة في مدرسة مغلقة، تكوين وتأطير من طرف أساتذة ومختصين أشرفوا على كل صغيرة وكبيرة، الفضل بعد الله يعود إلى هذه المدرسة اللي بينت وبرزت هؤلاء الشباب لكل الجزائريين. هو صحيح أخي فاروق، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبودي أن أشكر من هذا المقام كل الأساتذة، كل القائمين على البرنامج، كلهم باسمه وجميلي واسمه، لأنه دائما نحن خدام للكلمة الهادفة، والفنان أو المنشد هو يعني لا يقل أهمية عن دور الإمام إلى غير ذلك. فالفن والإنشاد هو رسالة راقية إن شاء الله في حواها ومعناها، فكل التوفيق للسادة الأساتذة والقائمين على البرنامج. إذن مشاهدينا الأكارم، هو التلفزيون الجزائري وهي قناتكم القناة الخامسة التي تبرز هذه المواهب وإبداعات الشباب لكل أبنائنا وبناتنا عبر الشاشة لمختلف المشاهدين داخل وخارج الوطن. اليوم راك معنا اليوم كضيف شرف، وأكيد جيتنا بالجديد، برنامج حادي الأرواح أعطاك الإضافة عبد الوهاب. والله أتشرف أن أكون ضيف شرف للبرايم الأول، وهي في حد ذاتها تشريف وتكليف، لأنه ما بعد حادي الأرواح هو الذي ينتظر المنشد، يعني أنه يفتح آفاق جديدة في مجاله الإبداعي. كان السبق وكان الأجر يعني يحسب للقناة على أنه فتحتنا نافذة أطلينا من خلالها على الجمهور الجزائري، حاولنا من خلالها كذلك الإبداع والتميز، والحمد لله سبحانه وتعالى أننا اليوم ضيوف على البرنامج. طيب، وش راك محضر لنا اليوم عبد القهار؟ والله وصلة كنت قدمتها في الموسم السابق، تتغنى بالصحبة الصالحة، تتغنى بالرفيق الصالح، فإن شاء الله تنال الإعجاب. من التراث الجزائري، ما بين التراث الجزائري والمغربي إن شاء الله. جميل. إذن مشاهدينا الأعزاء، الجمهور اللي راح حاضر معنا اليوم عبد القهار البشيري، راه معنا ضيف وشرف هذا البرايم الأول، يتفضل ليعطي لنا ويقدم لنا الأنشودة الأولى المبرمجة للجمهور الحاضر معنا اليوم وعلى المباشر، نستمع ونستمتع. يا أهل الله يا صحبا فالحا، يا أهل الله يا صحبا فالحا، واللي نظركم حاشا شيخي لي نظرة صالحة، إخبار عود
وجناني يطيب. يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، ويا أهل الله يا الصحبة الصالحة، واللي نظركم حاشا يخيب، واللي نظركم حاشا يخيب. يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، واللي نظركم حاشا يخيب، واللي نظركم ولا تنظروا إلي نظرة صالحة، ولا تنظروا إلي نظرة صالحة، ولا تنظروا إلي نظرة صالحة. يخبر عودي وجناني طيب، يخبر عودي وجناني طيب. يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، واللي نظركم حاشا يخيب، واللي نظركم حاشا يخيب. ولا تهجروني يا عدمة الراحة، لا تهجروني يا عدمة الراحة، ويلا تهجروني عدمة الراحة. يحتار أمري ورجايا يخيب، يحتار أمري ورجايا يخيب. يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، يا أهل الله يا الصحبة الصالحة، ويا أهل الله يا الصحبة الصالحة، واللي نظركم حاشا يخيب، واللي بدور تجلت بأوج الجمال. الله فأهلا وسهلا بأهل الكمال، بدور تجلت بأوج الجمال. الله فأهلا وسهلا بأهل الكمال، شموس المعالي وزهر النجوم، شموس المعالي وزهر النجوم، شموس المعالي وزهر النجوم، شموس المعالي وزهر النجوم. لدينا تباتت ونور الهلال، لدينا تباتت ونور الهلال، بديع المحايا أمان الوشاح، فشمس الضرايا تضيك الصباح. بمجلى شهودي ألفت الغرام، وتمت سعودي بكم يا كرام. بمجلى شهودي ألفت الغرام، وتمت سعودي بكم يا كرام. بمجلى شهودي ألفت الغرام، وتمت سعودي بكم يا كرام. بدور تجلت بأوج الجمال، فأهلا وسهلا بأهل الكمال. بدور تجلت بأوج الجمال، فأهلا وسهلا بأهل الكمال. شكرا جزيلا، شكرا ليك عبد القهار البشيري ابن المسيلة العزيزة على قلوبنا، صاحب المرتبة الأولى في الطبعة الرابعة من برنامج حادي الأرواح، ضيفنا اليوم في هذا البرايم الأول. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، نواصل ونتواصل معكم وعلى المباشر عبر قناتكم القناة الخامسة من الجزائر ضمن برنامج حادي الأرواح، ونواصل أيضا على بركة الله المنافسة. نذكركم أن المنافسة اليوم يشاركوا فيها 4 شباب، راح نختاروا فقط واحد، لجنة التحكيم تختار واحد يكمل
معنا المنافسة وثلاثة رايحين يغادروا البرنامج. فقط أذكر بأسماء الشباب الأربعة اللي راهم حاضرين معنا اليوم ويشاركوا في المنافسة. الأول فواز عبود سمعنا ليه كان من سطيف، الثاني عبد الرحيم جعيط سمعنا ليه كان من غليزان، الآن سنستمع مع إبراهيم كادير من تيزي وزو، وبعده مراد مصطفى من البليدة. إذن المنافس الثالث هو إبراهيم كادير من ولاية تيزي وزو. نشوفوا هذا البورتري على إبراهيم ثم نستمع إلى الأنشودة الخاصة به. اسمي إبراهيم لقب كادير من ولاية زوزو، عمري 21 سنة. مدرسة حادي الأرواح كانت عندي حلم من يكون صغير، شاهدت كل طابعات الخمس بحيث وفقني ربي أنه نكون في هذه الطابعة الخامسة، واخترت من طرف لجنة تحكيم اليوم. إن شاء الله نعمل اللي عليا ونمثل ولايتي أحسن تمثيل والجاي أحسن إن شاء الله. لما نخوق بيل الصبح عيساهم وحملوها وسارت بالدجى الإبل ولم علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير وراهب الدير بالناقوس منشغل شبكت عشري على راسي وقلت يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ها من ضاقت بك الحيل إن البدور التي جئت تطلبها بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا يا الله الله يا ثماثان لو أنا شمري ظلان مغمول الشاغفة في الزمان أني لي سجد يتصال I'm
جي ذات مثان مرضى وثقارا هدف سان بذن طرار سواقي وانحلتي في نورك مرعية الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي شكرا شكرا إبراهيم على هذا الأداء. إلى لجنة التحكيم أستاذ محمد العيد تفضل. مشكور أستاذ إبراهيم على الأداء. طبعا تستهليت الموال على مقام الرصد ثم تعرجت على مقام العجم فدخلت في أنشودة يعني من التراث باللهجة القبائلية شيء إبراز تراث شيء جميل ثم يعني قفلت القفله تاعك بانشينمون كيما نقولوا حنا لانشينمون دائما لازم تكون فيها اما اللي بعدها تكون خفيفه او تكون في طبقه عاليه وانت يعني وفقت في ذلك الاختيار فكانت الانشوده خفيفه وكان يعني تنوع جميل في الاداء تاعك. مشكور على الاداء عموما شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي ابراهيم فان ميث من ناخي ثو زفت الاعمر. بالنسبه ل الطابع هذا فيه تنويع وجميل جدا ولكن فيه ما يعاب على الصوت فيه بحة تلازم صوتك من بداية إلى الأخير يعني الصوت لم يخرج يعني ما كش اتساع في الصوت في المدى الصوتي نقص شوية وهذا ما أدخل بعض الحروف في بعضها الآخر يعني مثلا ذهب صوت التاء اللي فيها الهمس وفيها الشدة ذهبت أصبحت يعني صوت التاء الآن فيه جهر من الهمس انتقل إلى في قولك قلت وعلمت ثم نفس الحرف اللي هو التاء عدم العناية به يدخله في أصوات أخرى في قولك يا فتى والتي فقط هذا ما يلاحظ عليك وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق بارك الله فيك. شكرا للجنة التحكيم شكرا إبراهيم كذير كل التوفيق. آخر متنافس معنا في هذه السهرة جاءنا من مدينة الورود من البليدة نستقبل مصطفى مراد أو قبل استقبالي نتعرف عليه طبعا في هذا البورتري. منيت لنا بحديثه الأرواح. الاسم مراد مصطفى من ولاية البليدة سن 31 سنة. شاركت لأول مرة في هذه الطبعة لهذه الأرواح ووفقني ربي أني دخلت إلى المدرسة. اختارتني لجنة التحكيم من ضمن الأربعة اللي نشطوا البرايم الجاي إن شاء الله. إن شاء الله نكون في حسن الظن ونعمل يعني نعطي كامل وش عندي. قلبي يحن إلى النبي محمد وبهديه أبدا يقول ويقتدي إن الرسول سراج كل فضيلة
ومثابة العلياء رمز السؤدد نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا فوقها بالفرقاد نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا فوقها بالفرقد تجلى مولد الهادي كنور شمس في الوادي تجلى مولد الهادي شكرا على الأداء موفق مع ما ستقدمه لجنة التحكيم من الملاحظات والتصويبات تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى شكرا على الأداء عموما. هناك بعض الملاحظات طبعا فيما يخص الموال كنت تدور بين العجم والسيكا أو الهزام يعني ما كنتش ترتكز على النغمة حتى نعرف أي مقام كنت ثم رجعت إلى العجم عبر الأنشودة التي كانت بأداء بسيط جدا خالي من التنوع خاصة الصعود والنزول في النغمات على العموم شكرا على الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ مصطفى أشكرك على هذا الأداء. في طبيعة الأمر هناك ملاحظات عامة لا تنقص من أدائك في شيء. هناك عناية حقيقية، هناك عناية بمخارج الحروف وصفاتها في الإجمال، إلا ما لاحظته على بعض يعني المواضع وهي قليلة، وهي عدم العناية بالتاء في كلمة مثابة. هنا ذهبت التاء من الهمس إلى الجهر، وكذلك عدم العناية بالقاف لما وقعت بين مرققين بين الواو والهاء فأصبحت أيضا يعني فقدت صفة الاستعلاء. ثم عندنا في القفلة في تجلى مولد الهادي عند القفل الآن ذهب النفس، هذا عدم العناية الجيدة بحبس النفس أو بمهارة تطويل النفس في المجمل. بارك الله فيك وشكرا لك.
شكرا جزيلا للجنة التحكيم، شكرا لك مصطفى على الأداء، كل التوفيق إن شاء الله. نعود بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه السهرة إلى آخر وصلة من الطلبة، من طلبة ومدرسة حادي الأرواح، نستمتع بهذه الأصوات الجميلة من حين إلى آخر. فاروق تفضل. وهو كذلك طه، نعم إنهم شباب حادي الأرواح، إنهم شباب هذا البرنامج، أبناء هذا البرنامج، يمتعون من وقت لآخر ويؤدون أروع وأحسن وأفضل الأناشيد والأنغام الدينية. الآن مشاهدينا الأعزاء في كل مكان نستمتع مع طلبة آخرين، وهم كالتالي: محمود ناصر، بدر الدين نيو، حمزة بوكرا، ومدني الزاوي. هؤلاء الطلبة الأربعة سيؤدون لنا أنشودة الصوم يزكي أنفسنا للمنشد رشيد بالعالية أبو الفداء. إلى ذلكم الحين لجنة التحكيم قد بدأت تعمل عملها وستختار لنا منشد واحد من بين المنشدين الأربعة. نترككم تستريحون مع هذه الأنشودة المختارة من طرف الطلبة الأربعة. الصوم يزكي أنفسنا، هيا بالصوم نزكيها، الصوم ينقي أنفسنا، هيا بالصوم ننقيها، يزكيها فيحررها حتى تبارق القلب سعيد، هيا بالصوم نزكي،
حرية نفسك معناها أن تملك نفسك وهواها. 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 الصوم أتى للبشرية ليهيئها للحرية. الصوم أتى للبشرية. شكرا شكرا جزيلا. الصوم يزكي أنفسنا للمنشد الجزائري رشيد بالعالية أبو الفدا بصوت أبناء البرنامج محمود ناصر، بدر الدين نيو، حمزة بوكرع، مدني الزاوي. مع طه ومع لجنة التحكيم بعد لحظات رايحين نتعرفوا على شكون اللي رح يبقى معنا في البرنامج وشكون اللي غادر البرنامج. طه يا ترى. شكرا فاروق. نعم، لحظة الحسم، وصلنا إلى هذه اللحظة الفاصلة والحاسمة مع لجنة التحكيم. من الأربع الأصوات التي تابعناها واستمتعنا بأدائها، من من هؤلاء سيعود إلى المنافسة مرة ثانية؟ طبعا الكل مصر أن يكون هو العائد إلى هذه المنافسة. أدعو هذه الأصوات دون إطالة إلى المنصة. فواز عبود من الصيف، عبد الرحيم جايت من غليزان، إبراهيم قدير من تيزي وزو، مصطفى مراد من البليدة. تفضلوا معي إلى المنصة، وتفضل فاروق أيضا لتحتفل معنا بالعائد إلى هذه المنافسة. أستاذ عمارة يزيد، أولا رأيكم في البرايم الأول وهذه المنافسة وهذه الأصوات أيضا؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كما لاحظ الجميع أنه هذه الأربع أصوات يعني لاحظنا هناك تحضير لهذه المنافسة، تحضير جيد يعني على كل حال على العموم، ولكن يجب أن يكون هناك فائز، وهذا لا ينقص من شيء من المتسابقين الآخرين، لأنهم سيبقون في المدرسة وسيتكونون إن شاء الله ويكتسبون التجربة إلى آخره. فباسمي باسم اللجنة، لجنة التحكيم،
فهي تقر بأن الفائز في هذه السهرة والعائد إلى جو المنافسة بالمعهد هو سسبنس أستاذ سسبنس كبير سسبنس كبير يعني ما نقولش لا لا قول إذن هو فواز عبود فواز هنيئا لفواز عبود لعودته إلى المسابقة وهنيئا أيضا لكل المتنافسين لأنهم كما ذكر الأستاذ عمار يزيد سيتعلمون كثيرا من مدرسة حادي الأرواح خلال هذا الشهر الفضيل مع أساتذة أكفاء في مختلف التخصصات الموسيقية والفنية وفي مجال الإنشاد هكذا فاروق وهو كذلك طه إذن فواز عبود من سطيف يواصل المنافسة والثلاثة الباقين راحين يكملوا معنا أيضا في البرنامج حتى نهاية البرنامج لأنهم راحين يستفادوا من التأطير ومن التكوين طيلة هذا الموسم مع الأساتذة ومع لجنة اللي راح تشرف عليهم يوميا ضمن برنامج حادي الأرواح في الطبعة الخامسة مبروك عليك يا فواز ومبروك أيضا على الشباب طه شكرا جزيلا لكل من حضر معنا في هذه السهرة شكرا للفرقة الإيقاعية شكرا للفرقة الإنشادية أيضا من ثمرة اتحاد الأرواح طيلة السنوات الأربع الماضية شكرا للجنة التحكيم على تحكيمها وتصويبها لأداء المتنافسين الشكر لكم أنتم حضورنا الكريم كل باسمه أيضا شكرا لأنكم صبرتم معنا في هذه السهرة شكر خاص إلى المدير العام المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الفاضل لطفي شريط ولكل الإدارة أعضاء الإدارة الذين حضروا وشرفونا بحضورهم شكرا لكم أنتم مشاهدين الأعزاء على الوفاء وعلى كرم الإصغاء والمتابعة أرجو أننا أفدناكم وأمتعناكم بكل ما ألقي في هذه المنصة من برنامج حادي الأرواح الأسبوع المقبل لقاء يتجدد بكم ومنافسة ستكون على أشدها لا أنسى أيضا أن أشكر كل القائمين على هذا البرنامج بداية من هذه اللوحة الفنية الجميلة لمجيد توريت الذي يتحفنا بلمساته الرائعة سكريبت سعيد محروق والمخرجين الذين سهروا على نجاح هذا البرنامج نادية شراير وكمال حمزة وأبو بكر عياطة كما لا أنسى أن أشكر المهندس العام لهذه السهرات ولقناة القرآن الكريم تحية خاصة وخالصة لحاج محمد عوادي نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل ونقول لكل مشاهدينا لكل متابعينا داخل الوطن وخارج الوطن صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير الله يتقبل منا الصيام وسائر أعمالنا الصالحة بديناها بالإنشاد ونختموها بالإنشاد مع منشد الجزائر الطبعة السابقة الطبعة الرابعة عبد القهار البشيري ينشد لنا ولكم جميعا مشاهدينا الأعزاء كل عام وأنتم بخير تابعونا عبر على المباشر عبر قناتكم قناة القرآن الكريم برنامج حادي الأرواح إلى اللقاء حب بلادك الجمرة في قلبي حب الجزائر كي الجمرة في قلبي اللي صار يصير وطني ما ننساه هذا الأرض الطاهرة يعلم ربي واللي جرب غاب عن وطنه خلاه ياي أغوال وريح الهوى ولا يحبي لو في حلمي يشوف وطنه يتمنى عاوني ونعاونك عاوني ونعاونك ودخل قلبي في سبيل بلادنا ما تقدام ياي 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 يا اخوتي وش حال عقلي متعجب طيرني ذلو مع الوطن بذاته هذه أرض بلادنا مهما تساب كانت ملك أجدادنا عنها ما توب يا خوتي وش حال عقلي متعجب حيرني ذلو مع الوطن بذاته هذه أرض بلادنا مهما تساب كانت ملك أجدادنا عنها ما توب
بكري صفاته صح برجال عنها وتغلب جاب الاستقلال وملك خيراته يا خوتي وش حال عقلي متعجب حير يد اللوم على الوطن بلاده هذه أرض بلادنا مهما تزداد كان كل بجدادنا عنها ماتوا لا من يسمح في بلاده تتخرب لا من يسمح في كلام اللي فاتوا لا من يسمح في بلاده تتخرب لا من يسمح في كلام اللي فاتوا